أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن القطاع المالي بمملكة البحرين حقق نموا مضطردا بفضل كفاءة أبناء الوطن الذين أصبحوا بما لديهم من قدرات وتميز عناصر جذب بهذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن مملكة البحرين استهدفت تطوير البنية الرقمية وتوفير الأدوات التنظيمية والتشريعية ورأس المال البشري لتشكل مجتمعة مقوما رئيسا في تطوير ونجاح مشاريع ومبادرات التكنولوجيا المالية. جاء ذلك لدى مشاركة معالي في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024 في نسخته الثانية الذي يستضيفه مجلس التنمية الاقتصادية في مركز البحرين العالمي للمعارض بمشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لتسليط الضوء على الفرص والتحديات في التكنولوجيا المالية. وخلال مشاركته أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن البحرين مستمرة في تهيئة كافة أسباب النجاح للمشاريع الموجهة لتعزيز التكنولوجيا المالية، لافتا معاليه إلى أن مملكة البحرين ولدعم التكنولوجيا المالية أنشأت وحدة بمصرف البحرين المركزي تسمى وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار لإجراء الأبحاث حول الابتكارات في القطاع المالي. كما تم في مايو من عام 2017 إصدار إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية المعنية بفحص طلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية. كما بين معاليه أن الدعم الذي تقدمه البحرين للشركات الناشئة ساهم في توسيع ونجاح تلك الشركات على نطاق أكبر في المنطقة، وأشار إلى أهمية منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024 في نسخته الثانية والموضوعات التي يطرحها في إثراء الخبرات وتبادل المعارف فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية خاصة، وأن هذا القطاع الواعد يحظى بكل الاهتمام والرعاية وإسهاماته في المجالات الاقتصادية آخذة في النمو، فضلا عن دوره في توفير الفرص النوعية أمام أبناء الوطن. طبعا سعيدين بتواجدنا اليوم في الإطلاق وافتتاح منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية اللي تنظمه مجلس التنمية الاقتصادية بدعم من إيكونومست إمباكت، وأكيد الداعمين اللي معانا اللي هم مصرف البحرين المركزي، صندوق العمل تمكين، وبحرين فنتك بي. مثل ما ذكرت طبعا التواجد واللي نشوفه اليوم والتسارع من قبل الشركات أن يكونوا جزء من الممتدى يعكس مكانة مملكة البحرين في القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا المالية، واللي أكيد يعكس الاهتمام والتوجيهات من القيادة الحكيمة في الاستمرار في الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، سواء قطاع الخدمات المالية أو قطاع التكنولوجيا، وحين نشوف قطاع التكنولوجيا المالية. طبعا الحمد لله احنا في مملكة البحرين عندنا المقومات عشان نستمر في الاستثمار في ذي القطاع، وجزء كبير منها هو المقوم او الهيومن كابيتال اللي موجود في مملكة البحرين اللي يساهم بشكل كبير في الاستمرار. احنا طبعا ذي نعتبره من الاسيت اللي موجود في مملكة البحرين، وهو جزء من جاذبية مملكة البحرين، والاستمرار في الاستثمار في ذي القطاعات وفي الشباب كذلك جزء كبير من التنمية المستدامة.